الزميلة نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية هناك، أهلا بك نسرين، تفضلي سيدتي. أهلا محمد. نعم، هذا الاقتراع يعني بدت الأمور اليوم تسير بنسق بطيء جدا مقارنة بما عرفناه. نسبة الإقبال كانت ضعيفة، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ قليل أن نسبة الإقبال بلغت 8.8%. هذه نسبة ضعيفة جدا، ويعني صوت اليوم أكثر من 803 ألف ناخب في هذا الاقتراع، من إجمالي 3 ملايين ناخب كانت تعول أو تراهن الهيئة على مشاركتهم في هذا الاقتراع. طبعا الجسم الانتخابي يضم 9 ملايين أو أكثر من 9 ملايين ناخب، لكن هؤلاء يعني هم يعني نقصد ثلث الجسم الانتخابي، هم فقط المعنيين بالشأن العام، وفي العادة هم يشاركون نسرين، في الاقتراع. هل لديك وكانوا أي اجتهاد يمكننا من مقارنة هذه النسبة بالأيام الأولى في أي انتخابات تونسية سابقة؟ الحقيقة أن الرجوع للنسب في الأيام السابقة للانتخابات يعني السابقة التي عرفتها تونس صعب قليلا، لكن دعني أقارن هذه النسبة بنسبة الاستفتاء والإقبال في الاستفتاء الذي عرفته تونس في 25 من يوليو الماضي، والذي بموجبه أصبح لتونس دستور جديد. نسبة الإقبال في الاستفتاء محمد كانت 30 أو تجاوزت 30% من اجمالي الناخبين المسجلين في هذا في هذه الانتخابات. النسبه هي 8.8%، حتى وهنا الآن يمكن ان نلاحظ الفرق كبير. نعم، حتى الان هذه نسبه اوليه، ننتظر ان تعلن الهيئه العليا المستقله للانتخابات عن النسبه النهائيه، وذلك بعد يعني الانتهاء من فرز كل الاوراق، ويعني هناك طبعا اوراق العزيزة نسرين اسقاطها لا املك الا ان اسالك، وانت تعيشين على هذه الارض الطيبه، الارض التونسيه، لماذا هذا العزوف ان استطعنا ان نسميه كذلك؟ الحقيقة زميلي العزيز، هذا العزوف يعود إلى العديد من الأسباب، بعضها مرتبط بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس حاليا، وهذا يدعو يعني الناخبين والشارع التونسي والشعب التونسي للاهتمام أكثر والتركيز أكثر في احتياجاته اليومية. هناك غلاء للمعيشة، هناك مواد مفقودة من الأسواق، وهذا يجعله لا يشعر أن السياسة يمكن أن تغير من أحواله. هناك أسباب أخرى تتعلق بالقانون الانتخابي الجديد، والذي أقر اقتراعا على الأفراد، وبموجبه أصبح ممنوعا على الأحزاب المشاركة في الحملات الدعائية. في السابق كان الاقتراع يسير ويعني يجري على القائمات، وبالتالي الأحزاب تنزل بثقلها في الشارع. هذا كان عاملا حاسما، يعني في السابق كان هناك زخم في الحملات الدعائية، كان هناك بهرج، كنا تقريبا نشاهد أن هناك حملات دعائية في كل مكان يعني نذهب إليه، في الشوارع، في الفضاءات العامة. في هذه الانتخابات كانت الدعاية الانتخابية باهتة، كل الحملات كانت باهتة، وقال يعني فاروق بوعسكر منذ قليل رئيس هيئة الانتخابات، قال إن يعني لأول مرة تسير انتخابات في تونس نظيفة، هكذا وصفها، وقال إن لهذه الانتخابات هذه إيجابية تسير لا تنكر يا نسرين. في تونس يغيب فيها. نعم بالفعل هذه نقطة إيجابية، لكن يعني طبعا هو أشار إلى أن الاقتراع على الأفراد يعني منع المال السياسي من الدخول والتأثير في نتائج الانتخابات مثل ما يحدث في السابق. يعني الأحزاب كان لها من الإمكانيات ما يمكنها، يعني ما يتوفر لديها العديد من الإمكانيات ما يمكنها من توزيع أموال على الناخبين والتأثير على نسب المشاركة ويعني النتائج الانتخابية. هذه يعني هو قال إن هذه انتخابات نظيفة، هكذا وصفها. هناك أيضا أسباب أخرى تتعلق، يعني البعض يقول ان اليوم هناك مباراة في المونديال، يعني لتحديد احسنتي والله، ربما يكون هذا سببا حاسما يا نسرين، تصوري.
نعم بالفعل، حتى هنا في المركز الإعلامي للانتخابات التشريعية الصحفيون يغتنمون أول فرصة ليفتحون الهواتف ويشاهدون ماذا يجري، يعني نتيجة نعم المباراة. البعض يقول أن توقيت المباراة هو كان أيضا حاسما ومحددا لي يعني في هذه نسرين، النسبة أشكرك الضعيفة. طبعا زميلتي هناك العديد من الكريمة، الأسباب، شكرا لكن جزيلا، وأتمنى عليك أن تواصلي إمدادنا بالمستجدات لحظة بلحظة. شكرا لنسرين رمضاني من تونس.